مامي. ايوه البطاريه قفلت. بطاريه؟ اه ما انت سبب يا ماما، طول النهار وطول الليل عبد المطلب ومحرم فؤاد وهاني شاكر. طب ايه الحل دلوقتي؟ حل ايه؟ ما انا مش عارف اعمل ايه. عربيه كده عيطت لقيت ودينا واقفين، لا حول لينا. معاكي فلوس؟ لا لا كمان لا. ما انا بحسب مع حضرتك. معايا ازاي؟ ما احنا جبنا اخر حاجه بتجننيني ولا ايه؟ طب ايه الحل دلوقتي؟ حل ميكانيكي، لازم ميكانيكي، ومفيش قرش في جيبنا. طب بصي عندك هنا كريك. ايوه يا ماما. وفي طفايه حريق كده هديهم. لازم نجيب ميكانيكي باي حل. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ تعالي بنوت. ادي الحاج. خد ادو. خد دي طفايه حريق وده الكوريك. دول على سبيل الامانه يعني، علشان نروح نجيب ميكانيكي لان العربيه عطلت والفلوس مش معانا. انا محتاجه بس منها 50 جنيه. معيش فلوس. مش فاهمه في ايه. معلش ما معيش فلوس يا استاذ. ما لهمش لازمه عندنا. حضرتك ده دي انت عارف دول بكام حضرتك؟ لا مش عارف. يعني الطفايه دي والكوريك مش اقل من 300 جنيه عشان تبقى عارف. لا مش عارف. انا كل هاخد 50 جنيه حضرتك. ما معيش اجيب ميكانيكي. ما معيش خمسينات. ازازه البرفان دي ازازه غاليه جدا دي. لا. ايجي مورسز دي غاليه جدا، يجيب 400 جنيه حضرتك. خلي دول معاك كلهم حضرتك، وانا عينيا الاثنين اول ما اروح البيت اجيب فلوس ونجيب الميكانيكي يصلح اديك فلوسك اخد الحاجه. ليه واحده اديك 40 جنيه؟ 50 جنيه حضرتك وخلاص. الحاجات دي غاليه قوي حضرتك. خلاص يا غاده. استنى اشوف لكم بس 40 جنيه. خلاص بس ما تجننيناش بقى، انت السبب يا مامي. كفايه بس البرفانات يا طرحتي بقى. بس خلاص بقى هنعمل ايه؟ 40 جنيه على فكره حضرتك. نجيب الميكانيكي طوالي على فكره. لو عوقته انا هقفل وامشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ماما؟ باب العربيه مفتوح. ايه ده؟ والكوريك والطفايه مش موجودين؟ يا خبر ابيض، يبقى السران يا ماما. ما شفتش مين فتح باب العربيه وسرق منها الكوريك والطفايه؟ ما شفتش حاجه. ازاي؟ ما شفتش حاجه. ماما الكوريك والطفايه بتاعنا اهو. استنى انا عايزني فلوس. ايوه هي دي حاجتها. حاجتكم ازاي؟ حاجتنا. استنى اصبري. الحاجه دي مش بتاعتكم. مش بتاعتنا ازاي؟ حاجتنا. الحاجه دي الناس اعطوني اصحاب العربيه دي واخدوا 40 جنيه وراحوا يجيبوا الميكانيك وجايين. اصحاب عربيه ايه؟ دي عربيتنا احنا. هتصل بخاله حسن؟ لا لا مفيش، ده كبر الموضوع. ده راجل طيب. هات الحاجه يلا. تعالي يا عباس اهو. اجي ال 40 جنيه بتوعك اهم. 40 جنيه. وادي تعالي يا عباس اقف جنبي هنا. عباس الميكانيكي اهو. ويلا ادينا الحاجه بتاعتك. ادينا ال 40 جنيه. ما هم في ايدي اهم. 40 جنيه طيب. ما هو ال 40 جنيه اهم. العربيه دي اصحابها جم خدوا الحاجه. اصحابها؟ اه خدوا الكريك والطفايه. والبرفان الاجوفوجو؟ اه خدوا الاجوفوجو. فين يثبت ان العربيه دي بتاعتكم؟ فين يثبت؟ اه. هي ماما. هات يا حبيبتي. هي ماما. ايوه. بتعرف تقرا الاول؟ ايوه بعرف اقرا. بتعرف تقرا؟ ايوه اعرف. طب اقرا حضرتك. العربيه اهي ادي الرخصه 16/10 ده الرقم، وغاده احمد الحسيسي باباها. ايه راي حضرتك؟ مش عارف اقول لكم ايه. كنت فاكراني هانم ولا بتاع؟ وانا مش هانم. ما ينفعش معايا ده. لا ما ينفعش معايا ده. لو سمحت استني خالص بدل ما حنفك كده. انا ما ينفعش معايا انا رخره ده. بصي هقول لك بالاخر. نعم. حقي وهاخده. ماليش دعوه بيك. انا حاجتي هاخدها انا هاخدها. ما ناس ثانيه جت خدتها. عربيك مين دي؟ عباس. ماليش دعوه بعباس. انا مالي امال عباس بس هيكذب يعني؟ ماليش دعوه. انا مالي؟ انا مالي؟ ده وش واحد يكذب؟ ماليش دعوه. طب ليه حضرتك تعملي كده؟ كده لا معلش يا عباس. لا معلش. خد الفاكهه دي بتاعتي. خد. لا معلش. دي حاجتي. حاجتك ايه؟ حاجتي ايه؟ لا حاجتك ايه؟ اوعي اوعي. طيب طيب خلاص. ايه خلاص.